إذا كان الـ 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 الأشخاص إذا كان الشعب اليمني لديهم معاناة، فالأشخاص ذوي الإعاقة ضعف ما يعانيه الشعب اليمني من الحقوق الأساسية مثل التعليم، الصحة، البنية الأساسية. أصبحت الآن أنت عاجز، إذا كان الشخص اليمني عاجز أنه المكان غير مهيأ للأشخاص العاديين، فما بالك بالأشخاص ذوي الإعاقة، أصبح الأماكن لهم غير مهيئة تماماً.